ضياء يلا تعطلنا على المدرسه. ديما هدي هي حالتها. عاد جاية بالطبية راها في الشنطة. ولا الطبية كتلبسها الشنطة انتي خاصك تلبسيها. ها مرة اخرى وهاد المدرسة بشعر مطلوق. شنو هاد الشيء؟ اصلا بابا هو المدير. بابا غير كنهضر معاك. باباك هو المدير. باباك هو المدير ديالي في المدرسة. ما بغيتي عاوتاني بديتي. يلا يمشي علينا الحال الصباح هذا. انتي ركزي اختي. كنتي ما جالسه ما غاديش تنوضي التمارين ديالك؟ لا عطيتهم لواحد البنت ديرهم. ويلي علاش عطيتي البنت ديرهم؟ على انتي ما عندكش المخ. عندي ولكن كنخدمو في حاجات اخرين. فاش كتخدمي في تحرميات؟ خليهم يخدموهم. راه بابا هو المدير وماما هي انتي استاذه. واخا باك المدير ديال المدرسه واخا انا معلمه في المدرسه هادشي راه ما كيعطيكش الحق ديري هادشي. فمبغيش نحشمك قدام البنات. حيت داكشي اللي كديري راه ماشي معقول. اللي ماشي معقول هو تظلمي بنتك وتدسري ولاد الناس. انا كنظلمك؟ شنو نقولك انا تعدي على البنات كتقلي معذباهم كيقيلو تسخروا عليك وفي الاخر تعطيهم التمارين وتكسي انت كتفرجي. غادي تندمي مزيان على هادشي كديري. الله يخلي لي بابا اللي هو المدير ديال المدرسة. شريتي بحال الكبوط ديالي المغيرة. صحابي كانت تقدري ديري بحال هادوك البنات في المدرسة. انا بنت جيران وعارفك مزيان. خلينا من هادشي شوفي شنو انا عندي. تادا واو مني جبتي هادشي كامل؟ درت عليهم في القسم وعطاو لي الاقلام ديالهم. ما خليت عند حتى واحد تقل. باينة قلت لهم انا بنت المدير. بلا ما نقولها لهم راهم عارفينها. ايوا انتي فتي القياس لهذيك الجهه. ماشي سوقي. الو ليلى شوفي غدا غتجيبي ليا معك في الكوتي اللي ماشي ليلك. شي غادي تجيبي ليا الشكلاط والعصير. ما ديرش بحال هذيك المره ملي جبتي ليا المسمن. بنت لك انا كناكل المسمن الحمقى. واخا غدا نشوفك. هي اللي حمقه ولا انت اللي حمقه؟ هادشي اللي كتظلمي هالظلمي كتظلمي لك التلامد راه ما غاديش يخرج لك مزيان. شو مالك زعما؟ راه انا بنت المدير وخاصهم يدير ليا شنو انا باغيه. بنت المدير ولا بنت الوزير في المدرسه راه كلشي بحال بحال. بقات في اللي متخلق وفي اللي كيقرا على راسو. هادشي اللي كاين دابا. انت اللي بان لي هاد العقليه ديال الثمانينات ياك. بنت 2020 ودابا تندمي على هذا الشيء. انا رجعت كنحشم قدام المعلمات صحباتي لان انت كلشي كيقول عليك انك التربيه ديالك زار. فهمتي حاسبه في راسك على والو. باك راه ما غاديش ينفع. باك مديرو من بعد. انت
تجمعي راسك قريب على راسك ودري شي حاجه اللي غادي تنفعك. ايوا بصحتي. فين كنت انا ملي صوبوا كاع هاد التمارين؟ غدا مع بصبيح غادي نمشي نصبح على ديك نادا وغادي ندمها على النهار اللي تولدت فيه. انا قلت لها تصوب لي التمارين وهي ما صوبتهم ليا وانا ما عارفاش كيفاش كنديرو. ماما اجي اعتقيني ما عرفتش كيفاش كنديرو التمارين. ما هاد الحمية السوق شوكا ما عرفتش كيفاش كنقادو هاد التمرين وهذا وهذا. هادشي كله ما عرفاش شنو كنتي كديري في القاسم؟ ها كنتي عطاها الخطط والمشاكل مع التلام دايرة لهم تينا هي الشاف في القاسم. ودبري مخك دابا اللي كلاتو المعزة في الجبل كتحطو في الوطا. هادشي كله انا غادي نعاود نخدمو معاك سطله. تاتي؟ نعم بنتي. شنو كديري؟ كنصحح الدفاتر ديال التلامذ. تاتي؟ عارفة بلي غادي تقريبا دائما فهمت منهاش كتكون كتجفف وهي كتزرع لي لها السطل وكتحشمها قدام كاع التلامذ. معذورتي في الصباح فاش دزت لك قلت للمرا مسكينه مقلقه وطلع لها الدم. قول لي هي راه ضيعه ما عرفتش انا شنو غادي ندير مع داك الضياف. انا رجعت كنحشم ندخل بنتي للقاعه الاساسيه. كذب عليك بابا كاع ما فلصوش هادشي. الا فلصو هادشي راه غادي يوري لها زغت. شوفي لي بواني كيجيو للتلامذ كانت 9:30 هي لي بوان ما عندهاش ما كتجيبش النقاط وما كتقراش على راسها وزايغه من فوق. بس سر صافي عندك تبقى انت لي بحالها. لا انا ليش ندير بحالها؟ يا خلي هذا ما نتفاهم معاها من بعد. ارتاحي ارتاحي بنتي. مشكله مع هاد البنت هادي زعما حنا اللي الناس ديال التعليم وخاص بنتنا تكون قدوه. بنتنا محشمه بينا لا قرايه لا تربيه لا حتى حاجه. ما عرفتش لمن شبهات. باها ما فيش هاد الطبع انا ما فيش هاد الطبع. منين جابت هاد الغرور ومنين جابت هاد الشيء ما فهمتش. مشكل مأساة. مثلا كتشوفي فيا ما حشمتيش. هذه النتيجه هذه النتيجه اللي نمشي انا بوجهي احمر نجيبها من عند المعلمه. دوي المعلمات كاملين في القاعه الاساسيه كيهضروا عليك على التكليخه اللي عندك والبساله اللي فيك. دابا هذه النتيجه على جاوبي. اصلا الاستاذه هي اللي ما بغات تعطيها لي اما انا اللي خدمت مزيان حيت هي كتغير مني بحالها بحال كاع هذوك التلاميذ اللي معايا. دابا المعلمه كتغير منك التلامذ كيغيروا منك وانتي ما كديري حتى شي حاجه. فين عمرك هزيتي شي كتاب وقريتيه نهار كامل وانتي دايره دوك الدراري بحال اللي كيخدموا عندك؟ انت جيب لي انت دير لي انت فعل لي دوي وتلقى رجع على رجل. حتى واحد ما بقيتيه ليه هضر معاك ووقفك عند حدك. هاد العطله هادي شوفي دابا الدور الاولى هانتي شنو جبتي. الدوره الثانيه ما غاديش نخليك تجيبي هكا. هاد العطله هادي كامله غادي دوزيها في تمام. غادي نسافروا لتماره. تماره يا حبيبه ديالي غادي نمشيو لمراكش. ياي كيعجبني مراكش. قلت لك راكي مكلخه وجمعي راسك. تمارا 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 يعني ما كاين لا التليفون لا التلفازه لا الطابليت. غادي تنهار كامل وانت كتقراي غادي نبدا نعطيك التمارين وغادي نصحي.
جبتي صفر غنعطيك صفر، جبتي 10 غادي نعطيك 10. صافي سالات الهضره. اوف كلير اومبر فيلم دو لوف. ممكن ليهمش ليهم يحفظوا في بلاصتي كاع هادشي حتى ماما عندها المبادئ. ما نقدرش ندير انا كاع هادشي. انفيريور سوبيريور ابوندون. Les célébrités Johnny Depp, Vincent Van Gogh, Stephen Hawking, James Waits, Albert Einstein, Michael Jackson. انا عارفه راسي الا ماما جات وقالتلي ما حفظتش تدخل ليا خاصك تحفظي وساعتها تغي يبداو كيضحكو عليك كتعيش مينا نحفظ حسني كلير سومي سيبا صحتك اصاحبتي ما كتجيش لعندنا وراكي عارفه اني قنطانه وبوحدي ايوا العطله هادي سافرنا سمحيلي سعداتك بعد انت يا سافرتي. اما انا دوزت العطله كامله في التمارين كاع هالشي حتى ما جبتش نقطه مزيانه. الاستاذه بغيت نقول ماما قالت لي ما غادي تخرجي حتى تجيبي نقطه مزيانه في الدوره الجايه وحلفات فيا. عرفتي شنو هو السبب؟ كاين سبب واحد انا عارفه، هو هذيك الاستاذه المغياره وهذوك البنات المغيارات حتى هما. مش هذا هو السبب. السبب هو هذيك الكلمة اللي كتقولي دائما انا مثل المدير انا مثل الاستاذه. نقول لك واحد الحاجه بعدا، انتيا خاصك ديري شي حاجه مزيانه ماشي ماماك وباباك. واش غادي تبقاي دائما كتقولي هذيك الكلمه؟ دابا ما غاديش نبقى كنقول انا بنت المدير، غادي نقول حاجه احسن، غادي نقول انا بنت الاستاذه. وتا واحد ما غادي يبقى كيهضر معايا. انا عارفه غادي نقول لهم الاستاذه غادي تعاقبك. صافي ساهله. ايوا ما تعلمتيش الدرس. السلام عليكم. ديما كتخلعني. السلام عليكم، واش لاباس عليكم؟ نتوما مزيانين؟ كلشي بخير؟ حنايا الحمد لله. عارفكم عييتي وتعذبتي ومع الامتحانات. كنهضر مع الناس. انا جايه عندي امتحانات ان شاء الله. المهم راه ما بقى والو، العطله بقات لها تقريبا شي 15 يوم. زيروا معنا شي شويه، دوزوا امتحاناتكم مزيان باش تكون ان شاء الله العطله بخير وعلى خير. خليو لها البروغرام ديالها، غادي تدوزكم ان شاء الله زوينه. المهم عجبكم الفيديو؟ عجبنا. وعلاش ما كديروش لايك؟ واش يديروا لايك بالسيف الا نساوها؟ نسيتي وعاياك. المهم احنا جينا حنا هنا باش نفكركم، هبطوا لذاك البوس بلو وراه كري، غادي تبركوا عليه غادي يرجع بلو. ومرحبا بكم اشتراك. ما تنساوش تكليكي في هذيك البوطون الحمراء اللي مكتوب فيها يا اما سبسكرايب يا اما سابوني يا اما اشتراك. ولكن اشتراك كترجع كري. الله يخليكم، راه ماشي اشتراك اشتراك، كاين الفرق. واخا المهم بارطاجيو. اشتراك وشنو هي اشتراك؟ عند الناس العاديين، اشتراك عند لينا. المهم بارطاجيو الفيلم بزاف بزاف بزاف. اجيو الانستغرام راه تلقاوه في صندوق الوصف، اللي هو دخلتوا الانستغرام كتبوا غير لينا في اس ضياء غادي يخرجكم الانستغرام ديالنا. وشكرا بزاف ليكم. هاد الفيديو هذا اللي كنتي كتقولوا لي خالتي علاش ميكتي علينا ودرتينا شي بنت الموديل المغروره، حنا درناه. راني انا ما كنميكش غير كل حاجه وعندها وقتها وكنقرا تعليقكم كاملين. شكرا بزاف ليكم ومرحبا بكم بالناس الجداد في عائلتنا باش غادي نكبروا مع بعضياتنا وكنسجلوا كاملين. عائلة كبيرة زوينة ومحبوبة.
دار داركم شنو بغيتي الصفا ولا الدجاج محمر؟ السلام عليكم تلقى على خير. نسيت بغيت نسلم على واحد الجوج ديال البنيتات، واحد غزيلات واحد نوريطات. انا قال لي خالتي سلمي عليا في القناة، ماشي خالتي في الحقيقة. كنسلموا على مروة وريحاب القريشي. مروة وريحاب القريشي كنسلم عليكم من هنايا، وكنصيفط لكم بوسة كبيرة واحد غزيونات. سلامة سلامة سلامة.